الإرهاب المعتدل في قاموس واشنطن يرسل قذائفه الحاقدة على مدينة حلب وعلى منطقة الموكامبو بالتحديد، قذائف لم تتوقف في خرق لم يعد بجديد لوقف الأعمال القتالية من قبل التنظيمات الإرهابية، شهداء بينهم أطفال وعشرات الجرحى ودمار كبير بالبنية التحتية. هؤلاء المجرمون في هذه الأيام الكريمة عند أذان المغرب قاموا بضرب هذه القذائف ليرهبوا شعبنا، شعبنا سيبقى صامد، لن يخافهم، إيمانه بالله قوي، إيمانه بوطنه قوي، أن النصر سيكون حليفه وسيهزم هؤلاء المجرمون القذرة. هون بالمقام قدام نادي الاتحاد والله نزلت هون صاروخين، واحد نزل هون هيك في البلكونة، واحد نزل من فوق من السطوح، أولاد يا حرام كلاتهم نسوان وبنات، بنات صغار عمرهم 10 سنين 15 سنة، أشلاء أشلاء. عمل إرهابي جبان بده يقتل، يجي يوقف قدامنا ويقتلنا، ما يبعث علينا صواريخ. أنا من سكان حي المقنبو، قبل الإفطار عم بصف سيارتي سمعت دوية صاروخ نزل قدام حلويات فرنسية، طلعت على البيت، طبعا العالم كلها مرعوبين، قعدنا لسا هيك عم نشرب مي، ما حسينا إلا كمان بهوية صاروخ تاني. ربنا بيعرف إن شاء الله بيحاسبهم، يعني أشد عقوبة، هدول مان بشر، حسالة بشر هدول. مهن بشر هدول. هذا أشهر حرم، يعني هلا نحن بشهر رمضان وبشهر المغفرة وبشهر الحرم، ما كل شيء هذا إيش أكثر من هيك شو نسوي يعني؟ يعني بيركين نحن في بيوتنا آمنين، ما نعم نعمل شيء، مناطق مدنية إيش ليش عم بضربونا؟ الله ينتقم منهم، الله ينتقم من كل ظالم، الله 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 يحط كيدهم بنحرهم. يذكر أن اتفاق وقف الأعمال القتالية والمطبق في سوريا منذ 27 من شباط الماضي، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2268 لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية. يبدو أن حلب وريفها باتت هدفاً للحرب الكونية، لكن سوريا وأصدقاؤها بما هم عليه من قوة ذاتية قادرون على ردع العدوان الذي يستهدف السوريين ومستقبل أبنائهم.